ومن خصائص يوم الجمعة أن يقرأ الإمام وخطيب الجمعة في الصلاة ما جاء في صحيح مسلم، ينوع. ماذا يقرأ كما جاء في صحيح مسلم؟ يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، أو كما جاء عند مسلم يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية، أو يقرأ كما عند مسلم في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، وينوع. وإن تركها بعض الأحيان من باب أن يبين للناس أنها ليست واجبة فأمر حسن، كما قال العلماء في حال قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة.